حرون تاقر غار كابين هذا النمادة بقرطو يدا سعودي عربية يجمع يدا تبرعات كي يتاكل هذا الرحمة الخيرية أيا سوى ذاكرا وحايو شاعيا مشروع قايبين تسكاة الفترقة سند لبدا كوني أفريا لباطنكا مشروع أنا إسكاكا شدين مركز كبقرطو يدا سعودي كي يجمع يدا الرحمة الخيرية أيا لوغو تلقى لين كفا إيديستان بلشدين تيدا دنير تاسي فرحاد يدول عدين وقل عيدان مناسبة عيد بركيسان عيد الفطر جا. بلشدة انتهى كلا مشروع عن قيب انت الزكاة الفطر جا يا دم بقول يلبي تدبات تن. ستيت كن لح بقول وكيش وبريزا. وحنا لو قيب دونا لحي ستيت كن وقيس. كواسي وكن والمجال ده هرجي سيا نواح جدا. مشروع عن يا لو قلت لك لا ينو فلما المها ستيت يلباتن كي يسجال يلباتن كا. بشم بركة بدن الربضان يعينو كوجد تشرنو. وحان وغهرين كوبتاك هدهي أساسها أهل قدوميها جمعيادة الرحمة الخيرية شاق عبدالله محمد إبراهيم كاسو شاقين أمهد علين أيان مركز كبغر سلماني بغرطو يدا سعودي عربية سيدا شوكتدا أيو هرقليان مشروع عنوين سند كسا وكان شاق عبدالله محمد إبراهيم وارمها سيكا هدهي الرحمة كلي وحا أشريك لطهاي مركز مركز سلمان للغاثة للإنسانية والعمل الإنسانية. مركز كا وحلا شقين سي مدة ليش شقين سي مركز كا وحنا مالنا ورمضان تي صدحاد إما كهذا لا يدمي سكات فترة داعي كينان وأنا أم هذا نقينا مملكة العربية السعودية كل يوم أم هذا نقينا خاصة هم مركز الملك سلمان وحلا جزاهم الله خيرا ويو شعبة وحكينتين أبا هن أيه وحكينتين أدمن أم هذا نقينا وذا شقين تاعي ليش شقين يعني جمعية رحمة أدبنا وقوم هذا قينا وحنا نجزاهم الله خيرا بالله هاي. جيسو ضيقنا وحق وقتك هذا يقدم يها الدق مدى إبراهيم كود بوري وليبا السلطان أحمد داهر وكم إذا صلاة دين تم لغن كي مقالة داهر جيسا كواسو مهد عليي مركز كبقر سلمان يجمع يد الرحمة الخيرية مشروع عنوين خيري قايس ككاشدين إسلام مركزنا يكفى إذي سنيان دادك آتك وطرة دبضان جمع يد الرحمة أيال كان وكنتي راشيكا سكاة الفدرقة أي صوب الحسي بقرطوية السعودية وعن أم هذا علينا يا بقرطوية السعودية أن لنا هاي سكاة الفدرقة عاد أم الدين سوق عرسين مسلمين تا رير سومال لان آديات بلد كم هذا علينا سيدوك لي وحن ما هذا كان وقع علينا يا الرحمة شارتي أو أخ جمعية تخصوش قيسي صوب فضوضيسي كانتي وبيرتي إن تدكو ده مساكين تا تاكد دارن عاويان إسلام الهان تانا إلا دستانيس كامو مسافة دا أيوغا سوقها دان أرمها عاموغا دا يوغو كتشرا كلي وحيابا بودان أو إن دن تقود كشقيا أو فربادان آدياد بنقوم هاد علنا يا الرحمة شارتي إن شاق عبدالله أو ماملكو دو قصر رياه آد بنقوم هاد علنا يا كل كلمة دي داني قوم هاد علن لما عد كستوك صش قيسي عد كستوك فوديسي لما عن ونقوم وقوم هذا ما هذا علنا النجو دون إن هلكن إن إنه وقوم هذا علنا إلهي مركه وهرس عز وجل مركه لبعض إنه وقوم هذا علنا مركز بقرك سلمان بن عبد العزيز على سعود إيوه واللي عهد جيس المفدى أنه لنا هاي جزاكم الله خير الجزاء غاثت دا إيوه معاونة دا دوسو في دسين سومالي لاند دت كيغا المتضررين تا أما ما أنت وباهن أي وكيل وقت هاي مؤسسة الرحمة الخيرية أو أيد والله شقين يسي مددير أو شق عبد الله ما أنت وهل كن جوجو وزير كي غالي ها وزير محمد شيخ آدم أو هل كان يسقون نقوم سو وقت شرفي وحنو لين هاي والله ليال جزاكم الله خير الجزاء واتيل اسكولها وحوي سومالي لاند وحي ما أنت وتاجنت هاي إني أمضى ومسلم كا قريب اللي واحد كقادته أو يودو عيسو أنت ما أنت دباتيسا أنت كا وقدميت يسقون محمد شكا هذا وزير كوزارة الدين تيا وقافت جمهورية الصومال الآن شيخ محمد حاجي آدم كاسيو مهد علم بلاردن ودري مركز كبقر سلمان بقرطوية السعودية العربية يولي بجمعية الرحمة الخيرية ويقول إسكا كاشدين مشروعا باحد له وحنو شاقي إن مشروعا يكسو هقاقي وقت آد أيو قباهنا ين بلشدة انتي دادن يرتع ما داهما لغو قد ترمى المهي ودن بي بيش براكي سنة ربضان أين تهي إن بلشدة انت وحي ستاعي بحيسو سكاة الفترقة لنسي يدد كان يقو أودين ادن يرتع كاقو دومينا
runtii mucaawanada ay keeneen boqortooyada Sacuudiga Carabiya boqorka waa uga mahadcelinaynaa weli ahdigana waa uga mahadcelinaynaa مركز الإقاصة مركز سلمان للإقاصة والأعمال الإنسانية هذا يا أدب مركز كوما هتسنية هي معاونو ينكا وعالم الإسلام والدرايو سومال لنا إبار كتهي قيب كتهي وحنا وقم هاد علمي يا رمتي معاونو ينكا كلا دوان إبقود هامبا دالكين نتمهوريد السومال اللي أنسو قارة يسعودو قبحيو تنا وحكو صوب يا جنتي وقت مناسب اه وسكات الفذري دي وقت جيد اللي تشوقه عاد بي مناسب قلت هاي وحن لنا هاي دمانتين جزاكم الله خيرا واتكم مهد سنتهين وانا تيل لا يسكولها تعاونوا على البر والتقوى ولا لمضوا وانا قد حيصا ووح واتب رقوعه تدك مسلمين تهي اني وحسكو بركي وحسكو دامان ina isu gargaaraan oo saxawiyaan ma aha markii ugu horeysay ee mashruuca intan leega ay jamciyadda raxma al khayriya iyo markii iska boqor salmaan ay iska kaashadaan kana hirgeliyaan magaalada hargeysa balse sanadihii u dambeeyay mashruucan ay waday jamciyadda raxma al khayriya isla markaasina ay ka faa'iideysanayaan qoysas aad u tirabadan maxamed umar daariq warbaahinta rtn hargeysa